فكرة أوسع عن الوضع الميداني في ريف دمشق اليوم. مساء الخير أستاذة ريتا. يعني أبدأ الآن من الجرح الذي يصيب مدينة دوما، يعني هذه اللحظات الآن، فالعثور على حوالي 18 جثة قضوا ذبحا بالسكاكين، ورائحة الموت الآن تملأ شارع الجلاء ومشفى دوما. طبعا الخبر أتانا يعني قبل قليل من تلفزيون دوما أن العثور على 18 جثة لرجال مقتلين ومجهولي الهوية قد أعدوا ميدانيا وجثث متفسخة بشكل كامل. طبعا كانت عصابات قامت برميهم في مشفى دوما في وقت سابق، مما أدى إلى انتشار روائح الجثث في يعني في المنطقة قريبة من مشفى دوما. طبعا بالنسبة لشهداء دوما، يعني منذ الساعة الثانية ظهرا أحضرت هذه الجثث في مشفى دوما بواسطة الدفاع المدني من أجل التعرف على هذه الجثث. طبعا جثتان منهم من دوما والبقية جثث عساكر. طبعا تم دفنهم منذ قليل، وكذلك سقوط قذيفة خلف جامع الزين الواصلة بين شارع الجلاء وسوق الجمعة، مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص بينهم أطفال، واستشهاد راتب السيد محمود وجرحى بالعشرات جراء سقوط قذيفة الهاون بمركز البلد في وسط دوما. كذلك في بلبيلة قبل قليل، يعني كان هناك قصف عنيف على البلدة منذ الصباح والتقاء حوالي 4 شهداء وعدة إصابات خطيرة بسبب خلو المنطقة من أي مشفى بسبب تدمير النظام لكل المشافي وإحراقها. اليوم يعني حصيلة القطع إلى الآن يعني في المعظمية يعني حوالي 10 شهداء في دارية و 10 شهداء في المعظمية وفي دارية وفي التضامن. كذلك في كفر بطنة، يعني اليوم تعزيزات ضخمة جدا دخلت من الدبابات وناقلات الجنود، اقتحمت منطقة الزور والدقاق وشنت حملة مداهمات عشوائية للمنازل والمزارع. كذلك في الغوطة الشرقية، أبقى في الغوطة الشرقية يعني في بلدة النشابية التابعة لدوما، كان هناك تحليق مروحيات التي تطلق الصواريخ، قطع أحدها قرب ساحة النشابية والآخر قرب المدارس. كذلك يعني في أن القصف اليوم في دمشق في بربيلة، كان هناك قصف على بلدة بربيلة وينزا وحي السيد مقداد وبيت سحم، وحال ذعر بين المدنيين والنزول من الملاجئ بسبب القصف المفاجئ للمنطقة. أشكرك أشكرك جزيلا. الأمر المفاجئ يعني اليوم دخول أرسال من الدبابات إلى مناطق قريبة في الغوطة الشرقية. نعم سيد صهيب، أشكرك جزيلا، نكتفي بهذا القدر. صهيب القاسم مراسل شبكة شام من ريف دمشق.